خلني بسألك عن بيولي الآن، 6 مباريات، 6 على 6 مع النصر، تسجيل عدد جيد من الأهداف، لا يستقبل سوى 3 أو 4 أهداف، 3 أهداف تقريبا في هذه المباريات. هل من الممكن الحكم على أنه هذا المدرب هو من سيحاول تغيير شكل النصر فنيا والاستثمار في الأسماء الموجودة؟ طبعا في البداية نقول مبروك للنصر، هارد لك لفريق الشباب، قمة أوفت بجميع يعني الأشياء اللي كان يتمناها الجمهور. يعني أبو علي، يمكن باستثناء جماهير النصر والشباب الكل استمتع بالمباراة بإثارتها في ثوانيها الأخيرة. شكرا للفريقين بكل أمانة، إحدى قمم الموسم أوفت بكل مواعيدها. بخصوص بيولي أبو علي، الفريق النصراوي فريق متكامل، فريق يملك كل العوامل انه يكون فريق منافس وفريق بطل. يعني من الموسم الماضي الفريق موجود في كل النهايات، في كل المنافسات. اليوم بيولي مرحلة مختلفة تماما عن مرحلة كاسترو، اللاعبين واضح انه بدأوا يتشربوا طريقة المدرب. بيولي تاريخه مع اي سي ميلان في السنه اللي حدث فيها الدوري، برغم انه ما كان يملك تلك العناصر، لكن كان مدرب يملك الخطط ويملك طريقه اداره من مباراه الى مباراه اخرى. اليوم انت تتكلم منذ قدوم بيولي، النصر يكسب في جميع مبارياته، خطوط الدفاع هو تقريبا افضل خط دفاع مع مباراه اليوم، لم يستقبل سوى 4 اهداف. واضح الانسجام بشكل كبير، واضح الرغبه اللي بيقدمها اللاعبين مع هذا المدرب. ما زال الحكم مبكر أبو علي، ما زال هناك مباريات كبيرة مقبلة للفريق النصراوي. اليوم مباراة رغم صعوبتها بشكل كبير على الفريق النصراوي، لكنه خرج بالمهم. يعني المباراة كانت متأرجحة إلى الثواني الأخيرة، ضربة الجزاء اللي أهدرها حمد الله، رغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين. أبو علي، هنكون واقعين، أنا أتفق مع أبو عبد العزيز بشكل كبير فيما ذهب له فريق الشبابي. الشباب يستحق أكثر من كذا، شباب من أحد ركائز وأركان الكرة السعودية، لابد أن يكون شكل الفريق الشبابي والأسماء اللي موجودة في الفريق تختلف عن اللي احنا بنشاهده. لكن بالرغم من ذلك الشباب ما زال يقاتل إلى الثواني الأخيرة. شاهدنا اليوم حتى برغم التغييرات اللي أجراها الفريق الشباب، لكن كان في رغبة وحماس من جميع اللاعبين إلى الثواني الأخيرة.